مرحبا حبايبنا في قناة لايف جيمر، وحياكم الله في سلسلة جديدة الجديد هذا الشهر. قبل أن نبدأ هذه السلسلة لا تنسون الاشتراك واللايك ونشر القناة والدعم، وحياكم الله. أولا لعبة Next Day Survival، لعبة أكشن آر بي جي سينجل بلاير ملتي بلاير، راح تنزل بإذن الله في 21 ماي على البي سي. ويليها لعبة أنستور ليجنسي، لعبة استراتيجية من نظام سينجل بلاير وملتي بلاير، راح تنزل بإذن الله في 22 ماي. اللعبة راح تنزل على منصة البي سي، بلاي ستيشن 4 والإكس بوكس 1 إكس. وأيضا لعبة NBA Playground 2، لعبة سبورت كرة سلة من نظام سينجل بلاير ملتي بلاير، راح تنزل أيضا بإذن الله في 22 ماي، راح تنزل على منصة البلاي ستيشن 4 والبي سي والإكس بوكس والنتندو سويتش. وأيضا عندنا لعبة ستيت أوف ديساي 2، لعبة أكشن سرفايفر من نظام اللي هو سينجل بلاير وملتي بلاير، راح تنزل على البي سي والإكس بوكس 22 ماي بإذن الله. وأيضا لعبة تنس بورد تور، لعبة من نظام سينجل بلاير وملتي بلاير، راح تنزل 22 ماي، راح تنزل على منصة بلاي ستيشن 4 البي سي والإكس بوكس والنتندو سويتش. ويليها لعبة سيتي سكاي لاينز، لعبة استراتيجية من نظام سينجل بلاير، راح تنزل في 24 ماي بإذن الله على منصة البي سي. وأيضا لعبة Unforeseen Incidents، لعبة مغامرات من منظور 2D، راح تكون سينجل بلاير، راح تنزل بإذن الله في 24 ماي على منصة البي سي. ويليها لعبة ديترويت، لعبة مغامرات سينجل بلاير، راح تنزل بإذن الله في 25 ماي على منصة بلايستيشن 4. وأيضا عندنا لعبة بيكسل جانك ماستر 2، راح لعبة استراتيجية من نظام سينجل بلاير ملتي بلاير، راح تنزل أيضا 25 ماي على منصة البي سي بلايستيشن 4 والنتندو سويتش. ويليها لعبة داي فور تهالا، لعبة أكشن آر بي جي 2D من نوع اللي هو سينجل بلاير وملتي بلاير، راح تنزل 26 ماي على منصة البلاي ستيشن 4 والإكس بوكس 1 والنتندو سويتش والبي سي. وأيضا عندنا لعبة فول ليجن رايز تو جلوري، لعبة آر بي جي فانتسي من نظام سينجل بلاير، راح تنزل بإذن الله في 29 ماي على منصة نينتندو سويتش. وأيضا عندها لعبة مون لايتر آر بي جي فانتسي سينجل بلاير، راح تنزل بإذن الله في 29 ماي على منصة البي سي، بلاي ستيشن 4، نينتندو سويتش والإكس بوكس 1 إكس. وأيضا عندها لعبة ذكافس، لعبة من نوع اللي هو سينجل بلاير وملتي بلاير، راح تنزل في 29 ماي على منصة البي سي. وأخيرا لعبة شيفت كوانتوم، لعبة لوجيتك من نظام أو من نوع سينجل بلاير، راح تنزل 29 ماي على منصة البي سي، بلايستيشن 4، نينتندو سويتش والإكس بوكس 1. أتمنى أنكم استمتعتم معنا، زورونا تلقون رابط الموقع تحت في الديسكريبشن. إذا في لعبة عجبتكم اكتبوا لنا في الكومنت، إذا في لعبة ثانية تبغانا نكمل عليها أو نعطيكم توضيح أكثر أو تجريبي هم أيضا اكتبوها لنا في الديسكريبشن. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. مع السلامة.